صباح الخير عليكم. النهارده هنتكلم عن جنيه نقل المومياوات، لانه اثار جدل وناس كتير بتسال عليه، فقلت ان انا اقدم برضو ان انا عرفته. هو صدر قرار في وقت نقل المومياوات بعمل 100 جنيه من الفضه، ودي اللي عمل الاشكال. ال 100 جنيه من الفضه موجوده فعلا على كذا موقع، وتعرض فيها حوالي 6000 جنيه عشان يقتلوها، لكن الجنيه ما فيش حد حط اسعار له. هو موجود طبعا وشكله جميل وفي حيزتنا ومعانا، لكن ما حدش حط اسعار للجنيه. انا بس بدي فكره علشان ما حدش يقول ان الجنيه بفلوس او بكذا. هو سنه 21، فهو لسه عشان نقول ان حد يعني يحط له فلوس، لكن هو شيك، شكله حلو جميل، عمله شكلها حلو، فممكن تقتنيها لو تصبر شويه لغايه ما نشوف الدنيا شكلها ايه. وقلت بس اقول لكم الفكره، والسلام عليكم.